أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا. أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاض فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وده كان استعدادا لموجة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على نادي الطيران بنتيجة 38-30 في إطار الجولة السابعة بدوري محترفي كرة اليد الموسم المحلي 2023-2024. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على نادي الأولمبي بنتيجة 40-16 في إطار الجولة السابعة بدوري محترفي كرة اليد الموسم المحلي 2023-2024. منتخب ناشئات كرة اليد فاز على المنتخب النيجيري بنتيجة 32-18 في نصف نهائي البطولة الأفريقية اللي بتستضيفها تونس خلال الفترة من 16 حتى 24 من شهر سبتمبر الجاري عشان يتأهلوا للدوري النهائي. فريق فرانكا برازيليا فاز على النادي الأهلي بنتيجة 90-70 في ثاني مباريات كأس العالم لأندية السلة واللي بتقام بسنغافورة وبتستمر حتى يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري. فريق الخليج السعودي المحترف ضم لصفوفه المهاجم المصري محمد شريف حقق الفوز على نادي الأخدود بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم، وده كان امبارح ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. نادي برشلونة الإسباني أعلن امبارح رسميا تمديد عقد المدير الفني للبلوغرانا تشافي هرنانديز حتى شهر يونيو من عام 2025. نادي أرسنال الإنجليزي أعلن تمديد عقد قائد الفريق مارتن أوديغارد بعقد طويل الأمد مع النادي، وده بعد المستويات الرائعة اللي قدمها خلال الفترة الماضية. خلصت نشاطنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وأحمد. شكرا لك يا ميرنا.